المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم كفاءة متميزة من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم الدكتور حسين لبيب، صاحب عيادة الدكتور حسين لبيب لطب الأسنان، طبيب وجراح الفم والأسنان، ماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان، ماجستير في زراعة الأسنان، وأيضا ماجستير إدارة أعمال خدمات صحية. بداية أسعد الله أوقاتك دكتور حسين. وإياكم، تشرفنا بكم. إلنا الشرف دكتور اليوم يحييك ربنا استضافتك لإلنا في المكتب الخاص. نورتونا وشرفتونا. الله يزيدك شرف يا رب. بالبداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين من هو الدكتور حسين لبيب. دكتور حسين لبيب طبيب أسنان مصري، تخرج 84، اشتغلت في السعودية بعد ما خلصت الماجستير الجراحة. أحد الأصدقاء لي من دبي طلب مني أن أنا ألتحق معه بالعمل في دبي، فتركت السعودية وجيت هنا. وبعد شوية قدر ربنا أنه أبتدي أنا البيزنس الخاص بي، ومن 96 بدأنا، وشوية شوية الحمد لله لغاية لما وصلنا لما نحن عليه الآن، وهذا هو. ما شاء الله بالتوفيق دكتور حسين. يعني ما شاء الله مسيرة، يعني 24 سنة عمال بنحكي. نعم هنا أنا توتال 40 سنة بس هنا 24 سنة. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الله يوفقك. وياك دكتور حسين، حابين نعرف السادة المشاهدين ما هي الخدمات التي تقدمها عيادة الدكتور حسين لبيب لطب الأسنان للمجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بما أننا عيادة أسنان فنحن نقدم جميع خدمات الأسنان لكل محتاجين، بدءا من الأطفال، تقدر تقول الفاميلي دينتستري أو طب أسنان العائلة، فكل أفراد العائلة لهم خدمات موجودة عندنا، أطفالا صغارا شيوخا كبارا. عندنا زراعة الأسنان، عندنا تجميل الأسنان، علاج العصب، الحشو، التركيبات، علاجات اللسة، الجراحات في بعض الأحيان اللي محتاجينها، أضراس العقل، وهكذا. فكل خدمات الأسنان الحمد لله مشمولة، إلا بعض الحالات اللي قد تستدعي العلاج بالمستشفيات فيتم تحويلها، زي الأورام والكسور الفك في حوادث السيارات وهكذا. في عمليات جراحية طبعا. نعم 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 نعم، بيتم كل الزملاء هنا بيحوروا، بما أنه أحد التخصصات الدراسية بتاعتي هي في ماجستير الجراحة، فبعض الزملاء لما بيجي لهم حالات جراحية تتعمل في العملية في العيادات، ما هيش محتاجة مستشفى، بيرسلوها لينا وإحنا بنشتغل الحمد لله. يعني جميل ما شاء الله دكتور. دكتور أكيد إحنا بدولة الإمارات العربية المتحدة المنافسة شديدة في كل القطاعات وفي كل المجالات. اليوم عيادة الدكتور حسين لبيب موجودة داخل إمارة دبي، شو الأشياء اللي ميزتكم عن باقي المراكز الطبية داخل دولة الإمارات؟ الحقيقة إحنا من ناحيتنا عندنا معادلة شوية صعب تحقيقها، ولكن الحمد لله ربنا موفقنا فيها، إلا أنه كل إنسان على الأرض من حقه خدمة طبية متميزة بأسعار مناسبة. صحيح. متعارف أنه كل ما بتزيد الكواليتي أو كفاءة العلاج أو كفاءة أي حاجة بتشتريها بيزيد تمنها. صحيح. ما تقدرش تشتري الكواليتي بسعر رخيص. من يوم ما تخرجت وأنا الهدف بتاعي أنه لأ، من حق الجميع أن هم ياخدوا الخدمة المتميزة وفي أسعار في متناولهم. عاملين حاجة أكتر من كده كمان، يمكن حضرتك وإنت خارج هتلاقي على البناء على الباب الخارجي إن إحنا حاطين يوم الثلاثاء كاتبين Tuesday is to you day. بعض الناس اللي في تأشيرة زيارة عقد العمل بتاعهم ضعيف ما يسمح بالعلاج، اللي ما عنده تأمين صحي يغطي، بنقول له ما عليك، أي احتياجات ليك تعالى وإحنا حنقوم بالواجب تجاهك، لأنك أنت كإنسان لك حق في العلاج سواء معك فلوس أو معكش فلوس. فالحمد لله الثلاث من كل أسبوع إحنا قايمين بهذه الخدمة، فالناس بتستشعر أنه قد إيه أنت حريص عليهم، مش حريص على فوق أنك تاخد أموالهم أو فلوسهم، وده بيحقق لنا حتة تميز. يعني عايز أقول لحضرتك أنه في بعض المرضى عند الأطباء الآخرين بيقولنا عشان ياخدوا ما يقال له second opinion، ياخد وجهة نظر طبيب آخر، يقول أنا رحت الطبيب طلب مني 1 2 3 4، الكلام ده صح ولا غلط؟
فتقول له والله لو انت طبيب، لو انت مريض عندي بقول لك ان علاجك بيتم كذا 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 كذا، السعر ما يخصني لكن خط العلاج هو اللي يخصني، ويشكرني وياخد بعضه ويروح لطبيبه ويكمل علاجه هناك. فمصداقية العيادة مع مرضاها الحمد لله ده شيء قائم، وده شيء يسعدنا ان الناس بتثق فينا وفي رأينا وفي خدماتنا الحمد لله. اكيد 24 سنة في خدمة، نعم، المجتمع المحلي قدرتوا من خلالها تكسبوا ثقة العملاء. بنحييك دكتور حسين يعني على هذا العمل النبيل اللي قدموه للإنسانية يعني بشكل الحمد لله عام. دكتور اليوم أيضا حابين نتعرف على نظرتك المستقبلية وخططك المستقبلية لتطوير الأعمال الخاصة في المركز الطبي الخاص بحضرتك. احنا بنتمشى مع كل ما هو جديد، وأي خدمة جديدة تفيد مرضانا بنسعى لتحقيقها عندنا هنا. احد ادواتنا في تقديم الخدمة المتميزة التعليم المستمر باستمرار. يمكن في الريسبشن هتشوف مجموعة رمزية من بعض الشهادات التدريبية اللي احنا خدناها في مختلف المجالات. بنحاول ان احنا نستقطب معانا الكفاءات اللي تستطيع انها تقدم خدمة افضل يحتاجها المريض، وبرضو بنفس المنظومة بالأسعار المعقولة. احنا لينا حجم، نتمنى ان شاء الله انه الحجم يتزايد، وان كان صعب انك تلزم الاخرين بتبني وجهة نظرك في علاج بسعر معقول. ففي الوقت الحالي بما ان المجموعة صغيرة قادرين نتحكم في ده. نتمنى ان شاء الله ان المسألة تتسع وتشمل الجميع، وجميع العيادات يعملوا نفس الشيء كمان، شيء يسعدنا. في النهاية دي خدمة للمجتمع وخدمة للإنسانية والكل محتاجها. صحيح. نعم. جميل جدا دكتور حسين، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله تعالى، ونتمنى لكم النجاح المستمر بإذن الله تعالى. دكتور حسين، احنا موجودين بدولة الامارات العربية المتحدة، ما شاء الله 40 سنة داخل دولة الامارات، اختلطت بكل الجنسيات بكل الاعراق بكل الاديان. اليوم دولة الامارات بفضل الله عز وجل تنعم بنعمة الامن والامان، وايضا يعني القيادة الحكيمة والرشيدة، العدل موجود، لا يوجد اي تفرقة، لا يوجد يعني بتحس حالك بين اهلك وناسك. صحيح. اليوم صحيح. لو سألنا الدكتور حسين ماذا تعني لك نعمة الامن والامان في دولة الامارات العربية المتحدة، وايضا نتوجه برسالة شكر للمحافظين على هذه النعمة. نعم. زي ما حضرتك تفضلت، من احد المزايا اللي خلتنا نقدر نأدي دورنا هنا هو وجودنا في دولة الامارات. الحقيقة دولة ترحب بالجميع وتساعد الجميع على تحقيق النجاح. يعني الشكر واجب لشيوخ دولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات وشعبها على الاستضافة في أي يوم لم نشعر في أن احنا خارج بلادنا. كل الدعم كان منهم. أنا بما أني اشتغلت في أماكن تانية فأنا أعرف الفارق تماما. تمام. لا، دولة الإمارات ترحب بكل من يسعى للنجاح، تضيف له زي ما هو بيضيف للأداء في دولة الإمارات. فأعتقد أن دي من أحد النعم. وعايز أقول لحضرتك أنه أنا لما كنت بعمل ماجستير، أنا عندي ماجستير من إنجلترا في زراعة الأسنان، عندي الماجستير إدارة الأعمال من سويسرا. أنا بعض أساتذتي بالذات في إنجلترا كان يغبطني على أني موجود في دولة الإمارات، وكانت أحد الأمنيات في كلامه، بالمناسبة هو معنا في العيادة هنا، يعني جي شغال معنا هنا في العيادة، ان هو احد احلامه انه يكون موجود على ظهر دولة الامارات. قال انا يكفيني شمسها وامنها عشان اعيش، انا مش محتاج فلوس، انا عايز اعيش في جو امن مشمس، ومش عايز حاجة من الدنيا غير كده. وهو الآن يعمل معانا يعني، وهذا اللي يمكن في مشكلة كورونا منعه من أنه يرجع حاليا، لكن إن شاء الله يمكن على آخر الشهر يدول الموافقة ويجي بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. يعني في المستقبل بكون لنا أيضا لقاءات أخرى وبنستضيف. نسعد بكم، ودكتور ستيوارت حيسعد بكم تماما. إن شاء الله. لكم كل التوفيق. وإياكم يا رب. دكتور، حابين في نهاية البرنامج نعرف السادة المشاهدين موقع عيادة الدكتور حسين لبيب لطب الأسنان بأي إمارة والموقع بالتحديد؟ نعم، الموقع بتاعنا إتيزا لاند مارك، إحنا في شارع الرقة، أحد أشهر شوارع ديرة، بجوار فندق حياة بليس.
في عندنا المسجد اللي جنبينا، تحتينا مطاعم، شارع الرئة معروف بأنه شارع لا ينام 24 ساعة بسبب الفنادق، بسبب حجم المطاعم الموجودة فيها، بالكثافة السكانية اللي موجودة فيها، 5 دقائق من المطار، وده بيعمل لنا برضو بعض الحالات اللي بتيجي في المطار في الترانزيت، درسه تعبان كان على الرحلة، فمن أقرب الأماكن أنه يطلع من المطار يزور العيادة ويرجع تاني، هي العيادة عندنا بفضل الله. احنا في مكان متميز، عندنا باركينجز كبيرة، فنرحب بكل من يحتاج خدماتنا، وحتى ولو على سبيل النصح فقط مش سبيل العلاج يعني. جميل جدا. نعم. اوقات دواء، اوقات العمل للعياده دكتور؟ احنا الاوقات الاعتياديه هي من 9 لـ1 ومن 5 لـ9 مساء عدا الجمعه، لكن حتى الحالات الطارئه احنا بـ 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 بنتعامل معاها، يعني تركين الموبايل وتركين الواتساب، المريض بيتعامل معانا اذا راينا انه لابد من التدخل الفوري في مريض مثلا بالحمام طاحن كسر سنه، ما اقدرش اقول له طب استناني لبكره الصبح. صحيح. فبخطف نفسي واجيله وبنريحه من الالم بتاعه، وبعدين نديله موعد اعتيادي نبتدي نتعامل معاه مع المشكله. بفضل الله ان احنا بنحاول ان احنا نخفف عن الناس وطأة مشاكل الاسنان، خاصة الاسنان يعني مش خفيفة على القلب عند الناس، فاحنا بنحاول نخفف الاثر الحمد لله. جميل. الحمد لله. ان شاء الله في ميزان حسناتكم. وياكم دكتور. يعطيكم الف عافية دكتور. تسلم. ربي يوفقكم ان شاء الله تعالى. اعزائي المشاهدين، سوف تظهر كيفية التواصل وارقام التواصل الخاصة بعيادة الدكتور حسين لبيب لطب الاسنان أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا دكتور حابين نتشكرك جزيل الشكر على الاستقبال. شكرا جزيلا لك. تسلموا لي وجزاكم الله كل خير وشرفتونا ونورتونا في العيادة. الله يزيدك. ربنا يوفقكم إن شاء الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.